سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بألف صحة وعافية، ومرحبا بكم في هوا جديدة من قناة انتصار أم ريم. واللي أول مرة غادي تشوف القناة ديالي كنقول لها مرحبا بك، وما تنسيش تنضمي للعائلة ديالنا وتضغطي على جرس باش توصلي بجديد الوصفات. وفيديو اليوم غادي نقترح عليكم فيه كيكة بالنخل والجزر اللي كتجي رائعة، لذيذة ومعلكة وهشيشة ورطبة، والأهم أنها صحية وكتعجب الوليدات وكتعجب حتى الكبار، علاش لا. كنتمنى هاد الكيكة هادي باش تنال الإعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم كيف ديما ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات وتبارطاجيو مع الحباب والصحاب في مواقع التواصل اللي تعم الفائدة. ونخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 3 حبات ديال البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، كاس ديال العنبة ديال الحليب ممكن تعوضوه بياغور طبيعي، كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر خشن أو سنيدة، وكاس ديال الدقيق الأبيض الفورص الخاص بالحلويات كنعبرو بنفس الكاس ديال العنبة. عندي هنا 2 كيسان ديال النخالة اللي كنحمرها وضفت عليها نص كاس ديال الكوك او جوز الهند وحمرتهم مزيان حتى كنحصل على واحد النخاله والكوك اللي كيكونوا مقرمشين. عندي هنا 2 كيسان تاع النخاله مع نص كاس ديال الكوك او جوز الهند، انا خلطتهم بجوج باش نحمر كل شيء في مره وما نبقاش نضيع الوقت. عندي هنا 2 خيزوات متوسطين في الحجم اللي حكيتهم في الحكاكه الجهه الرقيقه، وعندي ساشي ديال الفاني من وزن 7 غرام، وعندي 2 خمارات او بيكنج باودر من وزن 8 غرام، وقبيصه تاع الملحه اللي دايراها في الدقيق. هادو هما المقادير اللي عندنا، مقادير اللي هما ساهلين وبساط ومتوجدين متوفرين في كل بيت. دابا غادي ندوزو للطريقه. غادي ندير هنا البيض، وغادي نضيف عليه كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر الخشن او السنيده، وغادي نطربوهم مزيان حتى ينسجموا لينا المكونات مع بعضياتهم مزيان، ونحسوا بان السكر تخلط لينا وداب وسط هذا البيض والزيت. صافي، من بعد ما خلطت هاد المكونات ونساجمو ليا، غادي نضيف عليهم الكاس ديال الحليب، وغنضيف عليهم سكر الفاني، ونعاود نطربو مزيان حتى ينساجمو لينا تاني المكونات مع بعضياتهم. الطريقة اللي هي سهلة بسيطة، ممكن هاد الكيكة البنات تدخلو على أي إضافات، ممكن تدخلو عليها اللوز كونكاسي ولا كاوكاو، تهرمشوه واحد تسخنوه في الفران وتهرمشوه واحد شوية، دخلوا اي نوع من المكسرات ولا الزبيب، ولا تعودوا هنا الحليب بالياغورت. صافي، من بعد ما تخلطوا لي المكونات غادي نضيف هنا الكميه تاع الجزر اللي عندي، كتجي زوينه البنات الكيكه صدقوني، كتجي معلكه من الداخل وكتجي لذيذه بزاف وصحيه للوليدات، لان داخل فيها نوع من الخضار وفيها النخاله، كلنا كنعرفوا الفوائد تاع النخاله يعني مهمه للداس مزيان، وهكا كتنفع الوليدات الصغار. كنصحكم باش تجربوها، ممكن ديروها هكا في مول كبير او ممكن ديروها في مول تاع لي كاب كيك صغار باش هكا تزينوها لوليداتكم. صافي، غادي نضيفو هنا الكميه تاع النخاله كامله، ولكن غادي نقص منها واحد نسيت ما خليتهاش قياس واحد 3 المعالقات باش غادي نرش المول تاعي، غير 3 المعالق حتى واحد شويه باش غادي ترشوا المول نقصوه منها. صافي، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى غادي نساجمو ليا كاملين. عرفتي واحد الريحه يا البنات في هاد النخاله ملي كتحمر، ريحه زوينه كتولي في الكوزينه، واحد الريحه رائعه الصراحه، غير ريحتها كتشهي. البنات نسيت ما حطيتش لكم في المكونات واحد راس معلقه صغير ديال القرفه، نسيت ما حطيتوش، انا غادي نجيبو دابا ونكمل معاكم. هانتوما البنات غادي ندير غير واحد رشيشه تاع القرفه لان كتواتى مع خيزو، كتعطي واحد النسمه اللي هي زوينه، نسيتها انا ما حطيتهاش. صافي، غادي نخلطو مزيان هاد المكونات حتى غيبان لنا كلشي ينسجموا مع بعضياتهم.
وغادي نضيف هاد الكاس على الدقيق، غادي نضيف نص الكميه ديالو. انا الدقيق راه مغربلاه البنات، غربلوه نتوما، غير درتو في الكاس باش نوريكم العبار مضبوط. وهنا من بعد ما درت نص الكميه تاع الدقيق غادي نضيف الخميرات عاد باش غادي نكمل الكميه تاع الدقيق اللي عندي. والخميرات ضروري ما كنغربلوهم في اي كيك، كنغربلو الخميرات وكنغربلو الدقيق ضروري باش تجينا الكيكه خفيفه ومهويه. صافي دابا غادي نضيف الكميه تاع الدقيق اللي بقات ليا وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. وهالكيكه تاعتنا واجده سهله، مقادير هي بسيطه وصحيه وكتجي لذيذه وكتجي معلكه. كنتمنى باش تجربوها. وكيف قلت لكم ممكن ديروها في مول فردي كيف غندير انا، ولا ممكن ديروها في الليمون صغار ديال لي كاب كيك، باش تعطيو واحد الشكل اللي هو زوين وتعطيوها لوليداتكم يديوها معاهم هكا المدرسه في الكوتي، شي حاجه اللي هي صحيه. صافي من بعد ما خلطت كتجينا على هذا القوام هذا، كيكون ما تقيلش بزاف وماشي خفيفه، يعني القوام تاع الكيك اللي عادي كيجي فيها واحد اللون اللي هو زوين بهذيك بالكوكو والنخاله اللي حمرنا، كتعطيها اللون وكتعطيها الريحه اللي زوينه بزاف. صافي دابا انا هاي الكيكه عندي واجده جاهزه، غادي نجيب المول ديالي غندهنو بشويه تاع الزبده وغنرش عليه هذه الكميه تاع النخاله اللي حيت ونطلقوا ان شاء الله. صافي بعد ما خديت المول ديالي ودهنته بشويه الزبده ورشيت عليه النخاله، ممكن تختاروا اي مول كاري او دائري، المهم المول اللي كيكون كيتحل من الجنب. غادي نفرغ فيه دابا الكميه اللي عندي تاع الكيك كامله او الخليط كامل اللي عندي. صافي غادي ندخلها الفران طيب. انا الفران في الكيكه راه ما كنسخنوش قبل، حتى كندخل الكيكه عاد باش كنشعل عليها الفران كتكون درجه الحراره 170، كتاخذ ليا واحد 25 دقيقه حتى 30 دقيقه الماكسيموم. صافي وغادي نخرجها ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي تاعها. صدقوني البنات راه كتجي زوينه، كتجي رائعه. وكيف شفتوا المكونات هي بسيطه. صافي غادي ندخلها طيب ونتلاقى معكم باش نوريكم الشكل ديالها النهائي. وهذه هي الكيكه تاعتي بعد ما طابت وخليتها حتى بردت زولتها من المول، فكتجي على هذا الشكل هذا، كتجي محمره ومعلكه ولذيذه والاسفنجيه، كتجي زوينه زوينه بزاف. دابا غادي ندوز باش نزينوها. المهم التزيين كيبقى اختياري، تزينوها بالموجود عندكم واللي حبيتو نتومايا. انا هنا غادي ندير لها بناتي بغاوها بالشوكولات، غادي ندهن لها الوجه ديالها بالشوكولات وغادي نحك هذا النوع ديال بيمو، غادي نحكو في الحكاكه. صافي وغادي نزينها به من الفوق. وكيف كتشوفوا معايا دابا هذا هو الشكل النهائي الكيكه ديالتي اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي رطبه وهشيشه ومعلكه من الداخل وكتجي زوينه وواحد المذاق لا يقاوم، زوينه بزاف. كنتمنى باش تجربوها واكيد غادي تعجبكم وتشكروني عليها تولي معتمده عندكم. وكيف شفتوا معايا مكوناتها اللي بسيطه وفيها النخاله، وكنا كنعرفوا الفوائد ديال النخاله بانها صحيه وصحيه للكبار والصغار، وفيها نوع من الخضر يعني الجزر حتى هو داخل فيها اللي وليدات وما كياكلوش هكا الخضر دخلوهم هكا في نوع من الكيكات، فكتجي لذيذه هاد الكيكه البنات. صدقوني بانها كتجي زوينه بزاف وكنتمنى باش تجربوها وتخليوا لي الراي ديالكم فيها في التعاليق. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات وتبارطاجيو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل لتعم الفائده، وتزيدوا تشجعوني اكثر واكثر. ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.